منتصف شهر غشت، بعض تشير إلى العاشرة ليلا، حينما وقفت شابة عشرينية في كامل أناقتها وهي تحمل حقيبة صفر متوسطة الحجم خلف زجاج محل الحلاقة الذي يملكه إسماعيل الثانية والأربعين عاما. كان على وشك الانصراف بعد أن غادر قبل قليل آخر زبون له، وضع المكنسة التي كان يمسك بها جانبا وخرج يستفسر الشابة الغريبة عن سبب وقوفها خلف زجاج الصالون ودون أن تنبس ببنت شفة. سألها وهو يتطلع لهندامها المتناسق تناسق قوامها: هل من خدمة أنستي؟ أجابت في حياء مفتعل: لا سيدة أو مطلقة إن شئت. ثم تابعت: بحكم تواجد محلك بقرب محطة لزياء جئت لأستفسرك عن أقرب فندق للمحطة. رد باستغراب وهو يمرر لسانه على شفته العليا في حركة سمجة: وما حاجتك إلى الفندق وبيتي موجود؟ ردت وهي تفتعل الاعتراض: لا تفهمني خطأ، فأنا من الجنوب وقد جئت لزيارة خالتي المريضة بمستشفى 20 أغسطس، وعند عودتي للمحطة اكتشفت أن آخر حافلة قد انطلقت قبل ساعة من الآن، لذلك أنا مضطرة للمبيت بمدينتكم إلى غاية الصبح. أجاب مبتسما بمكر وهو لا يزال يمرر لسانه على شفته العليا بنفس السماجة: أنا أسكن في البيت الفوقي، وأشار بسبابته إلى الأعلى، وحاليا زوجتي تبيت ببيت والديها بمدينة قلعة سراغنة صحبة أولادي الثلاثة، ولن تعود قبل متم هذا الشهر. ردت وقد بدت أكثر اطمئنانا: يعني لو قلت الدعوة فستكون لوحدنا. قهقه قهقهتها المنتصر قائلا: لا عليك، سيكون الشيطان ثالثنا. عندما جامعا في نوبته السيرية من الضحك قبل أن يمدها بورقة من فئة 100 درهم وطلبها أن تعود بعد قليل محملة بما تشتهيه من العشاء، قبل أن تغيب عنه أوصاها أن تدفع الباب الذي يتركه موربا قليلا دون أن تثير انتباه الفضوليين. وهي تنصرف سألته بمكر الأنثى: ألا تستحضر زوجتك والعشرة والأولاد؟ رد بتأفف وكأنه يطرد ذكرى لعينة من رأسه: العاصقة بنت الحرام لهلا ردها 14 عاما، ديال الزواج عمرني ما شفت معها نهار الأبيض، رشدني معها غير الأولاد. ابتسمت الفتاة الغريبة وانصرفت في حين أغلق إسماعيل المحل وصعد الدرج بعد أن ترك الباب موربا وهو يردد للست: هذه ليلتي وحلم حياتي. توجه نحو المرآة المعلقة ببهو شقته الصغيرة جدا، سكب على كفيه عطرا بارزيا ثم مسح بهما وجهه وابتسم لنفسه في المرآة وكأنه يتعرف على صورته لأول مرة. رن هاتفه المحمول، أخرجه من جيب بنطاله ليتبين له على الشاشة اسم جوزته. بصق على الأرض في تذمر، فكر أن لا يجيبها، لكنه خشي أن يكون قد حدث مكروه لأحد أبنائه. افتعل الفرحة وهو يجيبها بعد أن ضغط على زر الرد: ألو عمري؟ حياتي لم تمهله بل قاطعته بصوت ناري: ما بقيتش عاصقة وأربعة عشر مشتي معها النهار الأبيض، وهادشي غدا نصبع عليك يا ولد الحرام من فعلك. ثم أغلقت الهاتف في وجهه. ارتعشت فرائسه وبدأ يتصبب عرقا وقد فطن إلى المقلب الذي وقع فيه على يد تلك الزائرة الغريبة بتواطؤ مع زوجته الغاصقة كما يلقبها. رمى به الهاتف بحركة عصبية على الأرض حتى تحول إلى أشياء، ثم ارتكن على المنضدة القريبة وفكره ممزق بين وعيد زوجته والهاتف الذي لم يسدد بعد أقساطه
ومبلغ 200 درهم الذي منحه بكل سخاء للفتاة الغريبة. صفع وجهه بكلتا كفيه وهو يصيح: أويلي أعباد الله، لا رزق يبقى، لا وجه يتنقى. نص للكاتب المغربي والقاص المغربي هاني أبو جاد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.